تحت رعاية السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الديوان الوطني للحج والعمرة ينظم الطبعة الخامسة لصالون الحج والعمرة بمشاركة لأهم الفاعلين والمتعاملين ووكالات السياحة والأسفار المشاركة في تنظيم حج وعمرة 2020 1441 هجري، والذي سيتيح لكم الاطلاع على أقوى عروض عمرة شعبان ورمضان وكذا حج هذا الموسم. كما ستشهد هذه الطبعة العديد من الفعاليات، من دورات تدريب على المناسك باستعمال المجسمات، مداخلات ومحاضرات عامة ومتخصصة، مسابقات وجوائز للكبار والصغار، والمفاجأة الكبرى طنبلة لعمرة مجانية يومياً. فكونوا في الموعد من 18 إلى 22 فيفري 2020 ميلادية، جناح البهجة بقصر المعارض الصنوبر البحري الجزائر العاصمة.